السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 19. كثير من الشباب سألوني قالوا لي أنت ما وضحت لنا موضوع الكورس. حنا عطينا كورسات وبعدين تمام سؤال وجيه وراح أبينه بالفيديو هذا. يا أخوان قلنا أسبوع كذا أسبوع كذا أسبوع كذا أسبوع كذا أسبوع كذا، أنت خلصت كل شيء طعمت كل شيء تمام حق قطيعك، بعدها شو اسوي؟ بعدها اذا ما في شيء جديد قاعد يدش على حلالك، ركزوا على النقاط هذه مهمه، لان انت اللي عطيت كورس كامل، انت شريت 100 زوج عطيته كورس كامل اللي قلنا عنه في الحلقات السابقه، والحمام صار مضبوط، تبي تكثر الحمام قمت شريت 100 زوج ثاني، ال 100 الزوج الثاني هذه فيها شيء ممطعم، في شيء فيه اسهالات، في شيء فيه تنفس، فانت مضطر انك تعيد الكره مره ثانيه، وهذه تصير مشكله. فانت شو تسوي؟ مثلا شريت 100 زوج، وقف عط كورساتك كامله، تبي تشتري 100 ثانيه 50 زوج ثاني، اعزله عن الحلال اللي انت قاعد تعالجه او مستمر في علاج الحلال الاول اللي شريته، اعزله واستمر في القطيع الجديد او الكميه الجديده، استمر فيها نفس البرنامج، لما تخلص البرنامج تدخله على الحلال الثاني يكون نظيف. تمام يا اخوان، وهلم مجرة كل ما تشتري دفعه حاول تعزلها وتستمر فيها كورس لحالها. اذا ما سويت كذي ما تقدر تسيطر على الامراض، راح تطلع عندك امراض بالحمام الجديد الاولي انت عالجته وضبطته. طيب يا اخوان، يقول بعض شيء يقول اوكي انا خلاص صار عندي قطيع 100 500 زوج وعطيت كورس وكل شيء تمام 100%، متى اعطي كورسات ثانيه؟ تعطي طال عمرك اول شيء التطعيم لازم كل 3 شهور، هذا الحاله التطعيم ما له علاقه. اذا ركز على المعلومه، اذا صحت حمامك زينه وما شفت فيه امراض تقدر تعطي كل 6 شهور وقايه او كل 3 شهور، كيفك انت ونظرتك. شوف الحلال، والله الحلال في طلع عندي تنفس طلع عندي سهالات، لا اعيده بعد 3 شهور الكورس كامل، ما في اي اشكاليه، الكورس يطول معي شهر ما في مشكله، انا ابي حلالي سليم. طيب يا اخوان، اذا الحلال اشوفه قوي وزين وممتاز وقعدت 6 شهور، قلنا لكم التطعيم الحاله ما له علاقه، تطعيم اقل شيء كل 3 شهور الطعم، دخلت حلال جديد ما دخلت حلال جديد كل 3 شهور الطعم، لان الزرازير الطير هذا يسمون الدوري هذا الزرزور هذا مشكله، اذا دش داخل المنشأ ينقل لك امراض من مزارع واماكن ثانيه، فعادي ينقل لك برقيبه. حلو يا اخوان، انت تشوف حلالك، اذا استقر حلالك ما عاد تشتري عليه شيء جديد، تشوف حلالك صحته 100%، لا تعطي مضادات ما يحتاج، لان المضادات الحيويه تاثر على مناعه الطيور. تمام، بعدين اذا السلمونيلا او نيوكاسل او كذا، كل ما السلمونيلا الكوكسيديا التنفس، كل ما تعطيه من نفس المضاد فترات قصيره تقوم البكتيريا نفسها تسوي مناعه ضد الدواء هذا، فعشان كذي نطول الفتره اذا الحلال سليم. طيب اذا الحلال يتعرض، اعطيته كورس وكل شيء 100%، بعد 3 شهور تعرض لنفس المشكله، مو شرط اعطيه نفس الماركه، اغير الماده الفعاله، الكلام هذا تقوله للدكتور، قول انا حاشني سلمونيلا وعطيت الدواء هذا وكل شيء 100%، بس ابي دواء غير عن هذا عشان لا تتعود البكتيريا ويصير عندها مناعه للماده الفلانيه، قول ابي غير الماده، ما ابي اسم المنتج غير ونفس الماده الفعاله، لا قول ابي ماده اخرى غير. حلو حلو. طيب بعد 6 شهور الحمام 100% ولا في شيء، او بعد 3 شهور 100% ولا في شيء، حسيت طلع عندك حمامه حمامتين، هذا سلمونيلا هذا كذا، ترد نفس الكورس اللي ذكرته لكم، نفسه وقايه، بدال ما اعطي اسبوع دوره كامله اعطي من هذا 3 ايام، اعطي من هذا 3 ايام، اعطي من هذا 3 ايام، اعطي من هذا 3 ايام. حلو يا اخوان، حلو. طيب طبعا الكلام كثير، لازم انت تكرر الفيديو تسمع اكثر من مره. هذا بالنسبه شنو انا اعطي كورسات، ان شاء الله ان كلامي واضح. طيب بالنسبه للعلف، ناس يسالوني
واجد. العلف يا أخوان خلطتي أنا الخاصة 50-100 كيلو شعير زائد 25 لاحم حب زائد حوالي 10 كيلو صخر، ذكرت لكم بالفيديو اللي طاف حبوب، زائد حوالي 5 كيلو كلس، تمام؟ هذا العلف. إذا أنت عندك دواجن دجاج وتبي البيض سنع، عط 100 كيلو شعير. ليش الشعير أرخص شيء؟ عشان توفر. 100 كيلو شعير، 12 كيلو ونص لاحم، زائد 12 كيلو ونص بياض، زائد كلس، زائد الحب هذا الحصى اللي أنا ذكرت لكم بالحلقات اللي طافت. شو اللي فرق عندي هنا؟ قللت موضوع اللاحم، لأن انتبه حتى حق حمامك أو دجاجك، إذا كثرت مادة اللاحم هذه يشحم، المبايض تشحم ما تبيض، لازم تنتبه للنقطة هذه. والدجاج بياض يومي مو مثل الحمام، يحتاج مواد للبيض، فتقوم تحط له نص 12 كيلو ونص بياض. هذه خلطة كاملة. والكورس هذا اللي ذكرت لكم من دود، من تطعيمات، من مضادات راعي الدواجن الدجاج، يطبقها نفس الشيء. كم وصلنا؟ 6 دقائق. حلو يا أخوان. ناس يسألون يقولون نبي مقويات للحمام. ما في شيء اسمه مقويات خاصة، لا. المقويات هي عبارة عن فيتامينات، فيتامينات عامة زائد أملاح زائد معادن، فيتامينات وأملاح ومعادن. هذا تلقاه عند الصيدلية، قل له أبي فيتامين عام شامل وأبي أملاح وأبي معادن. أول مرة تعطيه الحلال تعطيه لمدة 10 أيام، حلو، على أساس إذا كان الحلال فيه نقص يستفيد من الموضوع هذا. بعدها تعطيه بالأسبوع مرة أو مرتين، لكن أنا أعطي بالأسبوع مرة. الفيتامينات ما تتخزن بالجسم، يعني مو أنا إذا أعطيت 10 أيام فيتامينات خلاص شهر ما أعطي متخزن بالجسم، لا. حلو يا شباب، حلو. من 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 أهم المواضيع اللي لازم تعرفونها شنو يعني مقويات. مقويات هي الفيتامينات. إذا عطيت حلالك فيتامينات وأملاح ومعادن، هني اكتملت العناصر الغذائية اللي يحتاجها الحيوان الطير، غير البروتين والكربوهيدرات اللي هي في شو اسمه في الشعير وفي اللحم وفي الأمور هذه. إذا أنت عطيت فيتامينات والأمور هذه خلاص هو أوريدي راح يصير قوي. وعندك الدود تعطي مرة، وبعد 14 يوم مرة. الدود إذا تعطي كل أسبوعين مرة حلالك راح تشوفه قوي. هذا أضمن مقويات الدود، نظف الحلال من الدود. تعطي أول مرة وبعدين 14 يوم مرة، وبعدين تقدر تعطي كل شهر مرة. تعال شوف صحة حلالك عال العال. عرفتم يا أخوان؟ هذا بالنسبة لبرنامج العلف والأدوية، عساس أني أتدارك بعض الأمور. طيب جايكم الآن في حلقات ثانية إن شاء الله.